اولا السلام عليكم. الحضور ديالي اكيد كهاد 30,000 متفرج من اجل تشجيع نادي الوداد الرياضي اللي هو ممثل المملكه المغربيه في عصبه الابطال. ان شاء الله تعالى الفوز كل شيء كيعرف بانه كان بواحد الصفر خارج الميدان. ان شاء الله تعالى المدرب واللاعبين حاطين رجليهم على الارض وكيقول لك باقي ما درنا والو. وسي فغي كيقولوا باقي ما درنا والو. كنقولها لبعض الاعلاميين اللي الصباح كانوا كيتكلموا كيقولوا لا خصو يعرف ركراكي بانه راه دار يعني الخدمه الكبيره. نو باقي ما درنا والو لان كاينه هذا لو غوتو اللي هو لقاء العوده. خصنا نتاهلوا ان شاء الله تعالى دابور عاد باش نفكروا في لا فينال وعاد باش اللقاءات القادمه اللي هي حاسمه في البطوله الوطنيه وبقى كاس العرش كاس الغاليه. يعني الا قال لهم راه درنا غوند با يعني غيبقى الغولاشمون ولا الغولاشمون. فان شاء الله تعالى مع الركراكي ومع اللاعبين ومع المكتب الوداد اللي بقياده سعيد ناصري اللي دار خدمه كبيره تبارك الله عليه. وان شاء الله تعالى غادي ان شاء الله تعالى يا رب الى خرج هذا الماتش ان شاء الله بتاهل. لا فينال غدا تكون ان شاء الله تعالى هنا وغادي ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا باذن الله بحضور ديال بملعب مليء. يعني ان شاء الله تعالى غادي يحتاطوا الجماهير تحتاط ان شاء الله. ما غاداش تكون لا رمي قارورات لا اشياء صلبه على ارضيه الملعب باش اننا نلعبوا الماتش العوده الماتش النهايه ماشي غير الماتش النهايه لان حتى الماتشات الجايين لان النهايه مستحيل يديروا فيه عقوبات لا قدر الله وكان شي رمي ولا شي حاجه. لان النهايه غادي يبغيو لاكاف انها تكون بحضور جماهيري كثيف. فكنتمنوا من الله انه الامور تدوز على احسن ما يرام.